نذهب بك ونختم الجولة من موقع نيلين ومنه نقرأ: وزيرة المالية: ليس من العدل أن نطلب من المواطنين بيع الدولار بالسعر الرسمي. قالت وزيرة المالية دكتورة هبة محمد إن تعديل سعر الصرف سياسة تخص البنك المركزي، إلا أنه في إطار النقاش مع البنك الدولي ونتيجة لدراسات في السودان وضحت جليا الحاجة لتوحيد سعر الصرف، فالأسعار المتعددة لصرف الدولار تضر بالاقتصاد. وقالت الوزيرة إن سعر صرف الدولار الرسمي 55 جنيها، والسوق السوداء تعامل المواطنين على 250 جنيها، الفرق شاسع، وذلك يشكل صعوبة في استقطاب الدولارات عبر النظام المصرفي الرسمي. وليس من العدل أن نطلب من المواطنين بيع الدولار بمبلغ 55 جنيها. يعني ليس من العدل أن تطلب الدولة بهذا المبلغ من المواطنين، لكن الحكومة حتى الآن فشلت في جذب تعاملات المغتربين والتحويلات. طيب كيف تقرأ كل هذا؟ أقرأ، لكن أنا أبدأ لك بهذه الوزيرة المحترمة قالت هذا الأمر يخص بنك السودان، وليتها سكتت وخلته يخص بنك السودان، لأنه قبل كده عندنا تصريحين غير موفقين من السيدة الوزيرة المحترمة. قبل كده أعلنت على أنه الدولار الجمركي حيرتفع من 18 ل 50، وأنه السعر الرسمي حيرتفع من 55 ل 120. دي أدت 50 جنيه زيادة في سعر الدولار. قبل أيام لما أعلنوا رفع السودان اسم الغايمة وكده وبتاع، بدأ الدولار فجأة ينزل. طلع منها تصريح تاني قالت على أنه مثل يدار زمن طويل، فبرضو الدولار رجع تاني محل واقف. فلو كان ساعدتنا بالسكوت كان يكون أحسن وتخلي الأمر بنك السودان. يعني هل يود البرف؟ معنى تصريح هذا يا عمار على أنه الـ 55 دي شوية عاوزين نرفعها تاني الرسمية دي، شفت كيف؟ يعني عاوز تعملها 120 ولا تعملها عيه. ده برضو حتأدي للزيادة. هذه الأيام الدولار ده صو قايم على التوقعات وقايم على حالة نفسية أكتر من الشيء الحاصل، الإشاعات. أيوة أتلك. فإنت الأيام دي الناس تتكلم والإشاعات تطلع كلها أن الدولار حينخفض، خلي المثل تأخذ مدى، وفعلا هو بدأ ينخفض. يعني في خبر وزير العدل ذكرت بأنه تحدث بحديث لا يخصه، هو في هذا الخبر ربما هنالك مشابهة. هل يود البروف أن يقول أن على بعض وزراء الحكومة الانتقالية الصمت والعمل صمتا أفضل؟ أنا ما في تحليلا، يعني في مقعد الزول بيحكم على ما أفضل، لكن أنا في حدود ما صدر عنهم. يعني أنا علقت على كلام سيد وزير العدل في حدود ما صدر عنه من بيان، والآن بتكلم على كلام السيدة وزيرة المالية في حدود ما صدر عنها من تصريح. والحاجة الجميلة أنها بديت قريتها أنت، قال هذا يخص بنك السودان. إذن هي تعلم ذلك، فليتها تركت الأمر لبنك السودان. وماذا على بنك السودان يفعل ما يعني برأيك؟ لا هو الأيام دي ما ينفعل لا بنك السودان الوزارة. أنت أسكت أيام ماذا؟ أيام أنك تنتظر، لأنه الناس كلها بتتكلم الآن يذول شايل دولاراته. أنت عارف بالمناسبة المدخرات السودانية بالدولار كثيرة جدا جدا، البلد دي فيها مليارات، مش من ناس أغنية. مدخرات المغتربين خصوصا، مش المغتربين، حتى أي زول كان عنده زي 100 ولا 150 جنيه سوداني، 150 ألف جنيه سوداني، هاي بصورة زي دي ما قد يشتري بها حاجة، بيضطر بخدها في دولار عشان ما تفقد قيمتها. دولار وعقار، أي دولار، زول ما بقدر يشتري عقار فبخدها في دولار. ففي قروش تسميها مدكنة، يعني في كل البيوت السودانية، ده في معظم الطبقة الوسطى مدخراتهم عبارة عن دولار. دي لما تمرق حتغرق السوق ده، لكن ما تمرق الساعة، انت اصبر شوية طالما انه الايام دي والدولار ده السوق دفع نتيجة اشاعات وتوقعات وحالة نفسية. طيب يعني فالان ما دقيقة يا عمار، الان الكلام كله ماشي في ان الدولار ده حينخفض. انت خلي مثلا تاخذ مدى بعدين انت تعال تصرح كمسؤول يعني. فعشان كده انا بقول التصريح ده ما وقته، ليس الوقت المناسب له. طيب يعني بروف ذكرت ان في عديد من تصريحاتها ربما ادت الى ارتفاع اسعار مسؤولين اخرين، يعني ادت ارتفاع اسعار الدولار. الى ماذا يشير ذلك؟ يعني ربما هناك حديث عن عدم الوعي المعرفي بمجريات السياسه والاقتصاد في ذات الوقت. والله يا اخي دي ما تقول، لكن هو ده مبلغهم، ده اجتهادهم يعني. ربما يكونوا شايفين حاجات نحن ما شايفينها هم كمسؤولين. ربما تصريحاتهم دي بتخدم في حتات ثانيه نحن ما جايبين لها خبر، لكن في شيء شايفينه. ده التصريح الثالث لهذه السيدة الوزيرة أضر بموقف الجنيه السوداني، والتصريح ده حيضر بموقف الجنيه السوداني. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني مرة ثلاثة.
نتمنى ان لا يلدغ يعني، ونتمنى ان يكون في نوايا مختلفه عن الشيء شايفينه نحن. طيب يعني ختاما، ما هي الامتيازات التشجيعيه التي يمكن ان تقدمها الدوله؟ هناك حديث حول المغتربين، هناك حديث حول العقارات، حديث كثير جدا برايك ختاما. انا افتكر في الايام دي الدوله حقه تعاين بعيونه بس. الايام دي الاشاعات كلها ماشيه في مصلحه الجنيه السوداني، والطغاة كلها ماشيه في، ولكن هل يرتفع الجنيه بالاشاعات؟ لا، وما خفض بالاشاعات قبل، خفض بشنو؟ بعدم الانتاج. لكن اكثر دقه يعني. نعم، لكن لا، الانتاج ما أفضل ممكن يخلوه بالدرجه دي اصلا، لا يمكن بحال من الاحوال. الجنيه السوداني ده ما وصل هذه المرحله من الهزال الا بالتصريحات الشتراء وبالتوقعات الناس وبالحاله اللي كانت سيئه. الان في نفسيات جديده للتعامل مع هذا الجنيه، والمساله دي ماشيه، فانت حقه تخليها تاخذ مداها بعد ذاك، والانتاج ده طبعا ده الشيء الاساسي وما في حال غيره، لكن الانتاج ده تمشي لقدام ما لم تصل قيمه الجنيه السوداني. طيب يعني برضه اتذكر حاجه يعني معك بروف، يعني انت قبل قلت انه الوزيره قاعد 55 بسيطه كذا نزيدها، برايك كم ممكن تكون السعر المتوقع ان ترفعه الحكومه دي الدولار الرسمي برايك؟ ما يعني ما تحليلا ما او توقعا. هي قبل كده قالت 120، هي ذاتها قالت انه حنرفعه من 55 ل 120، قالت الكلام ده. هل يستند ذلك على دراسه؟ يبدو ذلك، الا ما قالته يعني. اشكرك.